كان يحط له كوشاية على الأرض واحدة أو ثنتين ويقعد عليها. لقعد عليها راح يقدر أنه هو يستقيم بظهره ويكون عندنا التقوس البسيط هذا حول الظهر، وبالتالي يقي نفسه من كثير من الآلام. مثل هذا الشكل يتكرر معنا بشكل كبير كآلام لسبب أن احنا اليوم ما عندنا نقعد على الأرض بشكل مستمر، وبالتالي ما صار عندنا التوازن العضلي من خلال مرونة الأربطة، مرونة العضلات وقوتها اللي تقعدنا في وضع ميكانيكي سليم. اللي نحتاج ان احنا نسويه ان احنا نعدل في أوضاعنا بما يناسب التدرج في تمرين حق العضلات وكذلك الأربطة، وإن شاء الله بإذن الله ما راح ترجع لنا مثل هذه الآلام. رحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة تثقيفية جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. في حالة إذا ما تم علاجها، وعلاجها لازم يكون دوائيا وتأهيليا من الناحية النفسية، إذا ما تم علاجها ممكن يوصل في المستقبل إلى حالة ذهانية تؤدي إلى الدخول للمستشفى. الحالة هذه اسمها الإيروتومانيا، ما أعرف اسمها بالعربي ولكن اسمها العلمي بالإنجليزي إيروتومانيا. الإيروتومانيا هذه هو شخص سواء ذكر أو أنثى عنده اعتقاد وعنده خيالات وعنده قناعة أن هناك علاقة بينه وبين أشخاص بشرط أن يكونون مرموقين ومشهورين في المجتمع. مثال، يجيك رجل عادي، إنسان عادي طبيعي، وعلى فكرة هم يكونون طبيعيين، قد يكون قاعد معاك صديق، تكون صديقتك عادي، تلاقونهم ناس طبيعيين جدا، يبدأ يقول لك ويقول لك بطريقة تصدقها ان الفنانة الفلانية او الانسانة هذه المرموقة في المجتمع المشهورة، قد تكون عالمية مو بنفس الدولة، انه هو على علاقة حب معاها، وانه هي تراسله ويراسلها ويلتقون ويطلعون مع بعض. هذه اسمها إيروتومانيا، عنده هوس وعنده خيالات هو قاعد يقتنع فيها، قاعد بينه وبين نفسه يتخيل أنه على علاقة مع هذه الإنسانة، ومع الوقت يبدأ يترجم هذه الخيالات إلى قصص مع الناس اللي حوله لجذب انتباه الناس اللي حوله، لأنه حاس أنه أقل منهم، وهو كذي يحس، قد يكون مو أقل لكنه يحس كذي. أو العكس، تي بنت تقول فلان الفلاني هذا الشخص المشهور أو هذا الوزير ولا الرئيس ولا كائنا من كان، شخصية تلاقيها مرموقة، أو الفنان هذا أنا على علاقة معه ويحبني ويلحقني ويطاردني ويدز لي مسجات. في حالات يكتب لنفسه مسجات باسم، يكتب فوق فلان الفلاني اسمه، اسم الشخص، ويكتب مسجات ويقول شوفوا هذا الدليل. بس أنت لما تيجي تشوف الرقم الحقيقي تلاقي مو هو الرقم، تلاقي رقم تليفونها، أو العكس تلاقي رقم تليفون الريال نفسه، يعني لما يوريك رقم واحدة كذي مرموقة في المجتمع. هذه الحالة اسمها حالة إيروتومانيا. من الجانب السلوكي شلون نتعامل معاها؟ إن إحنا ما نسمع له، وإن إحنا نقول له أنا هذه القصص ما تهمني نهائيا، إذا ييني أنا أحد يكلمني كذي عن الناس أقول له أنا ما تعنيني هالأشياء، لأن قد يكون حقيقة وقد يكون مو حقيقة، بالحالتين فعلا ما تعنيني، وبالحالتين لو كنت انت مو متخصص ويالك احد قال لك هذه القصه او هذه الحكايات وهذه القصص، قول انا ما يعنيني هالشيء. ناس انت على علاقه معاهم، انت تعرفهم، قاموا يلاحقونك، قاموا يسوون لك اشياء، كيفهم انت وياهم تنيازون. استر على الناس لان انت كذلك عندك اهل وعندك انت سمعه تحتاج تستر عليها. هذه الحاله اذا ما عالجناها دوائيا بالدرجه الاولى قبل العلاج بالجلسات، ممكن يوصل إلى مرحلة دخول المستشفى وتصعب أكثر عملية العلاج. هذه الحالة تسمى الإيروتومانيا، أو يمكن يسمونها جنون العشق، شيء كذي أعتقد يمكن بالعربي اسمها جنون
العشق، ويعطيكم العافية.